في مستوى في تحدي اليوم ولا ما في مستوى؟ ورجيني. تعال يلا. ورجيني. تعال. ورجيني. بيست اوف 3 للثلاثة اللي ثلاث جوال. خلاص يلا. العب 0-0. نلعب بكورتين. العب بإيد ولا بإصبع؟ لا لا بيد. بالإيد. أيوة شوف. لا ما حسب مستواك، إذا مستواك تعبان بلعب بإصبع واحد. طب بإصبع يلا. إيش هاد ليش في تنتين؟ عشان هي اللعبة كذا. يلا نبدأ. رح ألعب هيك. واحد. ها 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 وينك؟ أنا خسرت. أنا خسرت على المطبخ. أنا خسرت. أنا راح على المطبخ. أنا خسرت. معليش يا باسل. داخل متحمس في تحدي اليوم. أنا خسرت في تحدي اليوم. في مستوى ولا ما في مستوى؟ ها؟ يعني أنا في المباغتة لا أحد يلعب معاي. شفتوا كيف الضربات السريعة؟ أنا أحب السرعة. الضربات السريعة المفاجأة هي اللي تفوز دائما. على المطبخ قطع السمك مربعات لو سمحت. معليش يلا بسرعة. المرة الجاي حلعب لك بالحارس الإلكتروني. عارف الحارس الإلكتروني هذا اللي بضل يروح يمين يسار؟ أنا بس حضل أروح يمين ويسار. لعباتك هاي السريعة هاي المرة الجاية بتفهم معها. أمرنا الله نفوت على المطبخ. أنا حابب أبدأ في تحضير. أنا حابب أبدأ في تحضير الصيادية. أنا بدي أفوت على المطبخ. أنا اخترت هذا النتيجة. راجع لك على المطبخ. حلقات الجاي راجع لك. طب خلاص خلاص خليها هون. ما حلعب معك بالرياضة. قطع لي نلعب هاي السمج. قطع. عدنا إليكم من جديد مع فقرة الضيف. اليوم ضيفنا ضيف مختلف، ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي وإعلامي ومهتم بتوعية المستهلك، الأستاذ فيصل العبد الكريم. حياك الله. كيف حالك؟ يا هلا وسهلا. منورنا أول مورك. حاجة في مداهمة ولا ما في؟ أنا خايف. في مداهمة ولا ما في؟ أنا خايف. خلينا نشوف بعد شوي. أنا قلقان من أي مخالفات. باسل لابس عشان نطمن. متى شفتوني في حلقات لابس قفازات؟ لا لا اليوم بنخاف من المخالفات. دير بالك. يا أهلا وسهلا نورتنا. الله يسلمك. حياك الله. طيب أستاذ فيصل، نبي نتعرف عليك أكثر. كيف بدأت في السناب شات؟ كيف بدأت القصة معك؟ لا أنا إعلامي أساساً رياضي. حلو. بدأت من أيام الدراسة في العمل الإعلامي، مشاركات كذا حتى تطور الموضوع إلى عمل إعلامي محترف. حلو. يعني بعد سنوات، مش بعد مباشرة، يعني أخذت صولات وجولات على قدي في ذلك الوقت حتى وصلت إلى مرحلة أني أصل إلى صحيفة الرياض كصحفي رياضي. وكنت مبدع في مجال، يعني 2006 أخذت أفضل صحفي شاب. في 2008 تحولت إلى القسم الاقتصادي بطلب من إدارة الجريدة نفسها، أولاً لأنه كنت بدأت أشارك شوي، مهتم في مجال هذا المستهلك. حلو. المغلوب على عمره، اللي كإعلامي لي شق آخر اهتمام. ودائماً الإعلاميين تلقى واحد مثلاً موجود في السياسة يكتب أحياناً في الرياضة. صح. وهكذا. وكنت شاطر في الحوارات الصحفية، وكانت فورة هذيك الأيام، خصوصاً مع كانت كل الحديث في ذيك الأيام في 2008 عن الاقتصاد والأزمة المالية العالمية وكذا، فكان بدأوا يحاولون الصحف، كان في شح في الصحفيين الاقتصاديين. أنا بدأت معاهم بس ما عجبتني لعبة الاقتصاد والمليارات هذه، ماني قدها، أبغى أروح مع الغلابة. حلو ممتاز. وكنت فعلا مهتم بهذا الموضوع. بدأت أطور نفسي فيه كثير، وأقرأ وأحضر ورش عمل ودورات داخلية وخارجية، وما في أحد مهتم بهذا المجال أساسا بشكل عام حتى عالميا، لسبب لأنه الموضوع ثقيل ومقيت. تتكلم عن قوانين، تتكلم عن اشتراطات، تتكلم عن أشياء، ويبغى له اطلاع كثير يوم. أيوه. تطلع سياسيا. صح. اقتصاديا اجتماعيا، في أشياء كثير يعني. لحد ما يعني وصلت إلى 2015، خلاص بدأت الصحافة تاخذ دروب، وأنت المواضيع هذه لازم تفاعل، ما عاد أجد التفاعل. وكنت بدأت وقتها في سناب شات من 2015. اي نعم. لا بس كنت ماشي في التوعية في تويتر من 2011. لكن ممتاز. سناب شات لما نفس الشغل اللي الآن يشوفون الناس معي في سناب ومداهمة كذا، كنا نعمله في الجرائد. ممتاز. بس ما له روح. اوكي. صورتين ثلاثة. ايوه. والكلام تكتبه، الناس يشوفون شيء ما له روح. لكن لما جاء سناب شات عشنا اللحظة. هم الصراحة هم نفس الفرق الرقابية، كنا نعمل معاهم في أيام الجرائد، أيام الصحف، ولكن لما تقل صوت وصورة في
صار فيه ردة فعل عند الناس، وأساسا ما كانوا مستوعبين أن هذا كله يحصل يعني بهذه الطريقة، خصوصا في مجال بعض الغش في التصنيع، خصوصا المواد اللي يدخل فيها أشياء كيميائية، منظفات العطور، بعض تلاعب في الأدوية، يعني هذه أشياء كثير خطيرة في مجال الأغذية. يعني أتوقع أنه يعني حتى في سناب شات كان في شقين أو 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 مسارين، المسار الأول أخذ مني حوالي سنتين، كنت مهتم بتوعية بشكل عام في هذه الأشياء، وصلت الفكرة، بعدين وجدت أنه المجال الأهم اللي يتعلق بصحة الناس في المقام الأول اللي هو الأغذية. طبعا هذا شيء أساسي، والمخالفات فيه كثيرة. طب أقول لك موقف الصراحة، والله أني مرة ضحكت فيه، أنت كنت في مداهمة من المداهمات ورحت محل فول وطلبت فول وجلست أكل، ما شاء الله ما شاء الله هذا فولكم، وفجأة الفرقة كلها دخلت. في ناس كانوا يعني حتى هذاك، في ناس يعني في هذا الموضوع بالذات يقولون كيف أنت تأكل أكله وبعدين تبلغ عليهم؟ لا، هو كانت الفرقة جالسة تنتظر برا والمطعم عليه بلاغات. أوكي. فأنا طلبت الأكل تمام ولا لا، وهم كانوا يبغوني أنا أطلب أكل حتى يعني تثبت المخالفات بالضبط. اللي موجودة. يا سلام. فيه. طب سؤال. كان هو يعني شو، ما هو يعني أنا من باب التغيير. أيوة طبعا. لا أنت يعني شوف، الناس يظنون أني أنا موظف حكومي. أيوة. لا أبدا، أنا متطوع في هذا المجال. لكن تتعب بالتنسيق طبعا مع الجهات. نعم، لأنه في مع جمعية حماية المستهلك عضو في الجمعية، وفي الدورة السابقة كنت عضو مجلس إدارة أيضا. في الآن في الغرفة التجارية بالرياض سوينا شيء لأول مرة، سوينا لجنة لتوعية المستهلك. دائما يقولوا التجار هم أعداء التوعويين والمسلاة، غير صحيح، صرنا أصحاب وأصدقاء. وبعدين في شغلة، اليوم في شفافية عالية، يعني الدولة اليوم للأمانة خصوصا مع رؤية الأمير محمد بن سلمان شفافية بالغة. شوف حتى في حواراته الإعلامية وكيف التعاطي بشفافية، فما عندنا شيء نخفيه. بعض الدول للأمانة يعني مثلا في دول أوروبية، أنا مثلا بسنابي كذا أحيانا أصور المطعم وأنا كزبون جالس، يتحسسون. عندنا شفافية عالية جدا، فأنه كإعلامي تطلع تغطي موضوع مصاحب لدور هذه الجهات وتقدم التوعية. والله الصراحة دور جدا جميل، وأنا استمتع لما أشوف المداهمات، وبالذات إنه يعني من جد حماية المستهلك، يعني كمية الغش اللي قاعدين نشوفها رهيبة، بالذات في العسل والأشياء هذه. أنا لما أتفرج أقول معقول هذه الأشياء إحنا قاعدين ندخلها نعم في جسمنا؟ نعم، وبس خفت الآن. يعني الآن هي بخف لما الحمد لله. ارتفاع حجم القابض وكذا، والناس توعت، لأنه شوف إذا عندك شيء مخالف والناس تطلبه، فيه جشع، في إنسان بلا ضمير راح يلبي لهم طلبهم. نبغى أقوى مداهمة عملتها ما تنساها، تاريخية كانت. والله شوف اللي عملوها هم الرجال الرقابة. أيوة أنت كنت معهم. كثيرة للأمانة. واحدة كده يعني تتذكرها؟ كلهم أتذكرهم، لكن شوف أصعب شيء اللي أثر علي أنا شخصياً. يس. الأشياء اللي تروح مثلاً وتلتجدها متعلقة بصحة الناس، خطر مباشر، يعني مثلاً مثل الأدوات التجميل، العطور، مستحضرات التنظيف، وتشوف كيف يصنع، يعني أنت تبدأ تتألم من جوا في 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 أشياء كثيرة. لكن خصوصاً لما يكون في تلاعب مثلاً في 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 شيء يخص الطفل. أوه لا خط أحمر صراحة. بس هذه أقول لك قبل سنوات. اليوم ما أنا شخصياً أعتقد إنه ما عاد هي موجودة، لأنه ما عاد نشوفها خلاص. يعني فعلياً السوق عندنا اليوم تطور بشكل جداً جداً مذهل، وهذا بسبب الشفافية. لأنه أنت يعني بعض الدول مثلاً تحاول تخفي هذا الشيء، تقول هذا يسيء لي. طيب الناس كيف يتوعون، كيف يعرفون؟ هو ما يسيء لك. الدولة إذا تحارب فساد تستطيع أنها تظهر هذه الأشياء، لكن الدولة ما عندها قدرة معارضة الفساد، يقولك خلينا كذا، بس خلي كل شيء مغمض ومغمي والناس ما يشوفونه. أوكي.
اسمحوا لي بسؤال. تفضل. كيف بتشوف رد فعل الناس من المتابعين لك؟ من الناس اللي بتشوفهم في الشوارع، من الناس اللي بتقابلهم؟ جدا رائع. ما أواجه يعني آراء سلبية أبدا، لأنه خلاص مع الخبرة الإعلامية تعرف كيف توصل للناس المعلومة بطريقة جيدة واضحة سلسة، ما فيها ابتذال. الفائدة مش التدمير. نعم، ما فيها ابتذال ولا شعبوية ولا يعني، أنت توصل المعلومة، تبين هذا الخطر، اللي يعطي المصداقية أنك مع الرجال المعنيين، رجال الرقابة المعنيين في هذا الشيء، فهم يتكلمون، ففي سلطة هنا تتكلم تقول للناس أنا جالس أحافظ عليكم، بس أنتم انتبهوا، إذا شفتوا مخالفات بلغوا. أهم شيء إذا في مخالفات نبلغ عنها. أوكي، إيش رأيك نسوي الآن مداهمة؟ بنبلغ عليه صراحة. أنا ناوي ما قطعت لي السمك، يعني معاقب وما تقطع لي السمك. والله إذا قطع لك يا الحين خلاص، مو عاجبني وضعك صراحة. قطع لك يا خلاص، خلينا نداهم. يلا توكلنا على الله. يلا توكل على الله. أهم شيء الالتزام بالعمل وارتداء القفازات، لأنه ما نبغى مخالفات على طول. سنابة وحبيبة حتنفضح. أنا كنت ملتزم الحمد لله. أول مرة أشوف باسل يلبس قفازات أصلاً. إيش عندك؟ أنا ملتزم بالقوانين، أنا لابس قفازات، أنا داير بالي على أكلي، أنا مهتم بكل القوانين، أنا قلقان الصراحة. حي الله عبد الرحمن. يا أهلاً وسهلاً. أول شيء الشيف أو الأسرة في المنزل ما يحتاجون يلبسون قلاب، أحياناً حتى القفاز يكون غير نظيف، لكن لكن الشيف الأم في البيت الأسرة ما يحتاجون يلبسون قلاب. متخصص في تربية النشأ. أنت مين؟ أنا البروفيسور. يلا العيال دي عايزة ويجز. هم لحقوا يجوعوا؟ شيكا شيكا ضاضا حنعفل الرياضة. طب شيكا شيكا هتسقط لعنة الفراعنة. لا لا، احنا مدرستنا مش كده خالص. العيال بتوع الناشونال والإنترناشونال نازلين دب ببعض. استغنى على الشباب بالله. دايما عامر، يوميا العاشرة مساء على SBC، يعرض على منصة الأولى. رمضان عندنا. ورجعنا لكم مشاهدينا في فقرة المطبخ وفقرة الصيادية. حياك الله أول شيء. كيف أنت والصيادية؟ طمنا. أنا أحب الأكل البحري بشكل. الله عليك. طيب اليوم بدنا نحاول نسوي لك صيادية، ولكن أنا مسوي صيادية سمك. عبد الرحمن عنده المقادير مفتوحة، سبحان الله قرر يسوي صيادية بالسمك والربيان. أيوة. والجمبري. سبحان الله. إيش المشكلة؟ إيش مشكلة؟ لا ما في مشكلة، بس المقادير إضافية، ترى الطبخ مش بكثر المقادير. صح، بحسن التدبير. يلا الله. نشوف نحكم. طيب نحكم يلا. في النهاية حنحكم فيصل، في النهاية أنت حتحكم على الطعم. نعم. لا يأثر عليك بكلامه هذا. لا 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 لا، ما نبغى. الطبخة اللي احنا قاعدين نسويها حنسوي صيادية. صيادية تحتاج تكشين كثير، يعني كشنة في البصل حتاخذ وقت طويل، فحنسوي صيادية سريعة. أوكي. طيب أنا عندي سؤال. تفضل. يلا. هل صارت معك في أحد خلينا نسميها المداهمات، زيارات لمطاعم مخالفة، أنت بتشوف المطعم تقول هذا مخالف، بتروح عنده وأكلت من عندهم، يا أخي الأكل لذيذ، يعني أكل لذيذ لذيذ، صح مخالف وصح فيه مخالفات، يمكن فيه مخالفات صحية، بس بتاكل إشي طيب، بتصير هاي صح؟ صح. شوف، أي شيء في الحياة دائما إذا كان في كثير من الشروط والتنظيمات
يتوه كان النتيجة النهائية. في حيل للمطاعم يعني على سبيل المثال ألذ شاورما في أوسخ مطعم. يا ساتر يا ساتر. هذه هذا شيء طبيعي في عواصم عالمية. صحيح. ما تقدر تأكل فيها. صحيح صحيح. يعني على الأقل أبسطها مثلا انتشار القوارض في المطاعم. صحيح. يعني أنا في أشياء شفتها لك حلقات أقول الله يعينه شلون يأكل في بعض الدول الشوارع. أنا صحيح وكذا. في بعض الدول يعني الشوارع أنا اللي في الهند اللي سواها والله ما أكل. بس شوف بس بس في لذة في لذة. بس كيف أكلت يا باسل؟ ربك بيسر يا صح. ربك بيسر. كيف السمك ماشي مع قولي؟ هذا كل شوي بطلع لي قلاية كهرباء يا زلمة. اطبخ على النار عندك عندك غازي يا أخي اطبخ عليه. العلم اتطور كم مرة أقول لك يا باسل العلم اتطور ونقدر نطبخ بأشياء ثانية تسهل لنا الطبخ. شوف يتوتر هو أول ما يشوف القدر هذا يتوتر. أنا والله بطبخ على نفسي أفهم إيش مشكلتك يا باسل مع القدر الكهربائي. يعني العالم كله قاعد يتقدم أنت ليش قاعد ورا؟ ليش؟ يا اخي تعال معانا قدام ترى العالم حلو. يا شيف عبد الرحمن اشتغل بايدك بكره تلف في الدنيا وما في آلة تفيدك. يلا في بعض الناس يمكن لسه برضه في الطبخ ملخبطين ما بين القفاز ونظافه الايدين. بعض اللي يشتغلون في المطاعم ما يكون عنده نظافه شخصيه لكن صحيح. الشيف او الاسره الام في البيت كذا ما تلبس جلافز لان اصلا المبدا انه نظيف. يعني الجلافز هذا عبارة عن حاجز أو حماية من الشخص قد لا يكون نظيف. صحيح. ولكن شخصية. قد يتوسخ الجلافز. لكن لكن يتوسخ. لكن مع الطبخ أنا ضد استخدام الجلافز للأمانة لأنه مادة بلاستيك في النهاية فيليت تشيله والله. يعني إحنا ضامنين إنه يديك ما شاء الله نظيفة ما في مشكلة. هاي نشلته. طيب أنا هون سويت تخليط الصيادية طبعا هي رز معمول بالبصل فإحنا أول شيء سويناه اشتغلنا على البصل بصل متكرمل بصل محمص والبصل وإيش كمان البصل هو اللي راح يطبخ ال راح يطبخ الرز. يعني حط أنا سلقت الرز بمي وبصل هاي خلص هيك هذا هو أساس صيادين الحين بس طيب نقلي أنا بسألكم نقلي السمك. الأثنين الحين أنا الضيف لكن أنا بحاوركم فضل حضرين نبدأ من عبد الرحمن برأيك أفضل مطبخ في العالم؟ أفضل مطبخ في العالم والله من ناحية التنوع من ناحية النكات من ناحية كل شيء. سؤال مرة قوي ومحير. أنا أحب الأكل الإيطالي المطبخ الإيطالي الصراحة يعجبني مرة والمطبخ العربي. وأنت باسل؟ والله شوف إذا حنحط الوطن العربي كله مطبخ واحد ما حد بيلعب معنا. إذا حنحسب الوطن العربي كله مطبخ واحد صعب جدا حد ينافسنا. لكن لو بدنا نكون ما نقارن عربي ولا أوروبي ولا أمريكي ولا كذا ناخذهم دولة دولة أنا بحس الأرجنتين مرعبة. أشوفك إن دائم أظهروني في الأرجنتين في الشوي. تحب الستيكات يعني نحب الستيكات وبنحب اللحم وإحنا العرب بنحس إنه إحنا كثير متفوقين وأقوياء في المشاوي. أمريكا الجنوبية أقوياء أكثر مننا. رهيبين 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 في المشاوي عندهم صراحة قوية جدا. ما أنا حقول لك على سر بس بدون ما عبد الرحمن يعرف. شوف أنا مسوي لك لا يضرب عليك أنا مسوي لك مع الصيادية طحينة. يا سلام. بس الطحينة شفت أنا قبل ما أحط الرز على في المي أخذت شوي من مرقة البصل راح تكون طحينة بمرقة البصل واللومي هذا. يعني طحينة هيك مختلفة شوي فيها فكرة جديدة. أهم شيء شوف أنت في النهاية حتجرب الطعم لا يضغط عليك يقول لك أنا بالمرقة هاي ومدري حركات هذه نعرفها ترى واضحة. شو وجباتك الرمضانية المفضلة؟ أنا الفطور ما أنا وياه مش أصحاب إحنا أصحاب السحور. أها نوع اللي بيفطر شوي وبريح بس أي فمجرد الأشياء البسيطة التقليدية لكن بالنسبة للسحور لازم 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 رز لازم رز لازم رز لأنه هو اللي يمسك الجوع هو اللي يمسك سامع عبد الرحمن. صحيح. طب ايش ابى اسالك سؤال ايش الطبق اللي تحسه مره اساسي عندك في السفره الرمضانيه؟ الشوربه. السم الريحه اقول لك كويسه ولا لا؟ والله رائعه. حلوه صح؟ والله رائعه. تقريبا انا الرز عندي خلص. انا ممكن اخذ صحونكم هذه معي واروح اكيد سفري بس بدون مخالفات ما نبغى مخالفات. انا اشوفك تستخدم تكنيك مختلف هنا عن باسل. ايوه انا تكنيكي مختلف. ايش ابو تكنيك؟
هذا اسمه تكنيك. أنا بناء النكهات يا واسل. اسمه بناء النكهات. قبل ما يقول لك أنا بقول لك اسمه بناء النكهات. بناء النكهات ولا لا حبيبي؟ بناء النكهات تبعك متأخر، أنا مخلص. اسمع، إحنا شكلنا هنقعد ناكل مع بعض، خليك من عبد الرحمن. والله يا باسل قلت لك قطع لي السمك، ما قطعت، خايف تنهزم شكلك. اللي أخرك هو تقطيع السمك. لو قلت لي أنا قطعت بس ناكل بسرعة. كيف أنت والمطبخ؟ كيف أنت والمطبخ؟ لا 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 لا، ما أفقه شيء، بس لأنه صار كثير عندي أصدقاء طهات وأحب أتفرج على المطبخ، يعني صرت أفهم، والبرامج اللي في اليوتيوب للأمانة حلو، يعني ما أنا من المتابعين، لكن كأكل لا، مش أكل ولا أعرف أطبخ. ما إلك المطبخ أبدا للأسف. نرجع نرجع للمداهمات. شو أكثر فئة من الشركات مثلا أو المؤسسات اللي بتحس فعلا عندهم مخالفات كثير؟ يعني هل في القطاع الصحي، هل في قطاع الغذاء؟ الغذاء بنفس الوقت أنا أرى أنه الجودة عندنا اليوم جدا 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 عالية، جدا عالية. أنه كثير من الناس اليوم يقول يا أخي إحنا من سنوات ناكل نفس الأكل ما جانا شيء. لا، الوضع تغير اليوم، لأنه أولا اليوم مع كثرة المحاذير الصحية وكذا، إحنا تغير نمط حياتنا للأمانة. الأجساد ما تتحمل زي السابقين. رقم اثنين، مكونات الطبخ اليوم اختلفت عن زمان. زمان وش كان عندنا مطاعم؟ روح مثلا في 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 اي دولة عربية، اكل تقليدي 100%. صح. عبد الرحمن وين وصلت؟ والله عبد الرحمن داخل بقوة يا باسل. عبد الرحمن ايش بتسوي؟ عبد الرحمن هاي مش صيادية حبيبي يا اخي، صيادية جوا. انت ايش بتسوي؟ ما هذا السمك حقي، لا تتدخل فيها. هاي صيادية، هاي شايفة يا اخي. شوف هذا معناته بدأ يتوتر. توجه لطاولة التقديم. نتوجه الى طاولة الحقيقة اللي تكون أو لا تكون. والله الحقيقة بتقول إنك متأخر. هاي الحقيقة. لا لا خلاص، أنا مخلص. ما قطعت لي السمك، أنت خسران وما قطعت السمك. As soon as we reach into the kingdom and we pass the security, people say, "Welcome to my country." Very safe place with a stable economy. There are people with a very, very low income donating anything to poor people. If I have to leave Saudi Arabia, I will leave half of my heart here. تجربة فريدة اثنان يومياً السادسة مساءً على SBC، يعرض على منصة الأولى. رمضان عندنا. ورجعنا لكم. طلع انت، انا حضرب، انت طلع صوت. ورجعنا لكم مشاهدينا في الفقره الاخيره، الفقره الحاسمه، فقره تذوق. عسى ما في مخالفات، بس هذا اهم شيء. اصلا عندكم تصريح للمطبخ؟ اخذتوا رخصه بلديه؟ شباب مخرج تصرف والله. خليك مخرج عندك الموضوع. مخرج بقول انا اول واحد بلغ عليكم، يا ساتر. طيب قول بسم الله. شو رايك في الاداء اول شيء؟ شوف انا خليني اذوق وخلص بعدين اتكلم. حلو، ما راح اقول شيء. بسم الله. يلا بسم الله. أهم شيء نبغاك تكون يعني إيش، تتجرد من المشاعر. ما في مشاعر يا حبيبي، عند الأكل المشاعر كلها عند الأكل. بسم الله. بسم الله. طيب أنتم مرة ما تأكلون؟ ممكن إن أكيد ممكن أدوق مستواي، ممكن اسمح لك أدوق مستواي. بس قول ما شاء الله وأنت بتأكل. ليه؟ عشان الانبهار. شوف أنا جيتكم جوعان.
صحتين وعافية على قلبك. فمستمتع والله. صحتين وعافية على قلبك. الرز جميل. صيادية صيادية سمك. مقرمش وطري من جوا. الحمد لله. سنكسو شوي ليمون. ايش هذا؟ لا لانه شوف انت بتيجي تتريق كثير ترى. سلم ايديك سلم ايديك سلم ايديك. شكرا شكرا شكرا. عبد الرحمن يعني طلع له مكونات اكثر منك ولا لا؟ شايف والله بس هي طبخه مش بكثر المقادير. صح حسن التدبير. صحيح. بسم الله. دوق مستواك. جرب. طيب انت مستواي. هيني بجرب ما عليه. بسم الله. شوف كل الطبقين لذيذين. حلو. للأمانة والرز تقريبا متشابه جدا. متشابه جدا يعني صعب الحكم بس كصيادية أنا ماني شايف عند عبد الرحمن صيادية. كل روح رياضية. عندك فايز؟ عندي فايز. نعم. الفائز في لعبة الشيف في حلقة اليوم هو باسل. أعطيه مخالف. مخالف هاي كاتب في المنيو صيادية وطلع الصحن مش صيادية. باسل فاز. ظلم. اعترض. عيني في عينك عبد الرحمن. أخدعني مرة الحق عليك، أخدعني مرتين الحق علي، هيك المثل بقول. بس جدا لذيذ للأمانة. لا لا جدا طيب جدا طيب. لذيذ والله العظيم. والله أنت اللي ما شاء الله عليك وشرفتنا ونورتنا. الله يطول عمرك. والحمد لله عدت حلقة على خير بدون أي مخالفة. الحمد لله. الحمد لله. فالله يعطيك العافية. شرفتنا ونورتنا. نورتنا وجدا فخورين. الله يسلمك. وشكرا للمشاهدين على حسن المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الحلقة الجاية فاهم ماك فاهم ثاني. نشوفكم في الحلقة الجاية ولا بطلع معي شيء. ويلا نكمل أكل. اسمعنا بس صراحة صحنك طيب صراحة.